إلى خارج أرض الملعب. حسن عبد ربه عندما احترف في الاتحاد في الموسم الماضي يعني قدم مع الاتحاد مستويات مميزة، وكان ينتظر أن يجدد له مع الاتحاد، ولكن طبعا جاءت ال 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 الانتقال او جاء الانتقال للاتحاد. طبعا جمهور النصر الان، خلينا اقول لك يعني جمهور النصر في 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 لحظه وفاه وفي لقطه نادره في ملاعبنا الرياضيه، وان كانت موجوده بشكل كبير وبطرق متعدده، هم يرفعون يدهم اليمنى. الله على الذكريات، الله على الذكريات اللي يحملها نجم كبير واسطوره في عالم كره القدم السعوديه ماجد احمد عبد الله. كان عندما يسجل لفريق النصر كان يرفع يده اليمنى حتى مع المنتخب السعودي، ولكن كانت طريقته بالاحتفال هو ان يرفع يده اليمنى. جمهور النصر اليوم وعبر المنتديات النصرويه، عبر الـ يعني قنوات التواصل، اراد ان تكون هذه الدقيقه مميزه، والكل من جمهور النصر رفع يده كما كان يعمل او يفعل اللاعب الكبير ماجد عبد الله.